منتابع عالم الصباح اليوم مشاهدينا مع الفن، اللوحات والمنحوتات. بدي رحب بضيوفنا، بدي رحب بالفنان نبيل وهبي وبالفنان أنطوان مخول. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. بدنا نحكي عن المعرض يلي عم بيصير بجاليري اكزود، والمعرض عم بيتضمن خمس فنانين مع رسومات ولوحات، وحضرتك بمنحوتات كمان. بدنا نحكي عن هالموضوع. نعم. رح نبلش من عندك لحتى نحكي عن عنوان المعرض، ذا فيفث فيجن، الرؤية او الرؤى الخمسة، مثل ما كنت عم تفسر لي، ليش هالعنوان دائما؟ هي اللي تسميت ذا فيفث فيجن على اساس انه في خمس فنانين التقوا مع بعضهم، تعرفوا على بعضهم بمعارض سابقة، وحبوا من وراء الصداقة اللي نشأت بيناتهم انه يعملوا معرض مشترك مع بعض. وارتقوا تواصلوا مع جاليري اكزود وحبوا اجتمعوا هناك عندهم وعملوا هذا المعرض بجاليري اكزود. رح بس انا بدي اعطي الاسامي بشكل سريع، مين اللي موجودين بالمعرض؟ عنا علي عطيه، انطوان مخول، كارول انطونيوس، فادي شماس، غيدا عزار، زين و وحضرتك بالمنحوتات. نعم. بما انه موجود معنا رح نبلش من هون من الاقرب قبل ما نحكي عن كل التفاصيل، تحكينا شوي عن لوحاتك ومشاركتك بالمعرض. سوري، اول شيء بالنسبه للفيفت فيجن، نعم، هي انه نحن خمسه كل واحد له فيجن مختلفه. صح. فلسبب سميناه واجتمعتوا اجتمعنا بال شو اسمه بهالمعرض هذا. عظيم. مع انه كل واحد من مدرسه مختلفه، ايه، بس اذا بتفوتي على المعرض بتحسي كانه في هارموني، في دفقتوا عليها هيدا لا لا والله هيك هيك ثائبت كلها هيك عم ثائب. طيب نحن بهالوقت رح نشوف كمان لوحات، وبدي تحكي لي عن لوحاتك بالتحديد قبل ما نحكي عن بقيه الفنانين. نعم. رح نجرب نشوفهم بهالوقت. قل لي شو يعني شو الافكار اللي موجوده باللوحات عندك؟ تفضل. انا اللوحات عندي سهل الممتنع، فيري سمبل، بحب البساطه، وبجرب انقل احساس وشعور وعواطف الانسان، من حب، من فراق، من حريه. هدول كثير مختلفين عن بعضهم. من هجره. نعم. وبجرب اعرضهم بطريقه سهلة من حيث الشكل ومن حيث الألوان، من حيث كل شيء. أساس أي شخص يطلع فيهم بيقدر يحس إن هيدي بتمثله هو يعني. وكل واحد، أنا من نوع ما بحب أحتي اسم للوحة، كل واحد بيعطيها الانطباع تبعه، بحب المتلقى هو اللي يحس بهالطبلو هيدا. كم لوحة لحضرتك موجود ب في 8 لوحات؟ أوكي. إي نعم. نحن هلا ودايما بحب أكثر لوحاتي بيمزج بين الطبيعة والإنسان. ما هي هيدي الدنيا، طبيعة وإنسان بالنتيجة، يعني عم تتلخص بهاللوحة. الشجرة عندي بترمز مثلا للحياة، رمز الحياة. حتى في صور كثير تلاقي الشجر لهيدا حضرتك. نعم، هول اللي عم نشوفهم. منا مزهرة، منا فيها خضار أو شيء، بس بتطلع الشروش بتلاقي شروش قوية بالأرض يعني. هيدا الأساس. هذا الأساس. لحتى واحد يكفي. وعند الطيور ترمز الحرية دائما بجرب. وأكثر شيء بحب اللون الأزرق، هو لون نقاوي، نقاوي وسلام. لون البحر، السماء، بيحتي البعد، بيحتي الشفافية. صح. بقدر كثير أعبر فيه عن مشاعري باللون الأزرق. هذا بشكل ملخص لوحاتك. رح نرجع لعندك استاذ نبيل، نحكي عن اكيد بقيه الفنانين اللي ما قدرنا كلهم يكونوا موجودين معنا اليوم بالاستوديو كمان، حتى نشوف كل واحد كيف انطباعه وكيف عم بيقدروا يكونوا منسجمين بهالمعرض. اجمالا هو المعرض بيحكي عن الانسان بطبيعته، وكل فنان مثل ما حكي خينا انطوان انه كل واحد هو كيف بيشوف الشغله، كيف بيرسم، بأي ميديا بيشتغل عليها، كل واحد عنده طريقته لبرز هالمواضيع هي. مشان هيك في هالارموني مثل ما عم بيحكي حضرته، انه هالارموني اللي موجوده بين كل اللوحات والفنانين، لانه عم يجمعهم الانسان بالنتيجه. نعم. بنبلش بمدام كارول. نعم. كارول هي مأثره بمدرسه الفوفيزم. الفوفيزم عندها الالوان القويه، الالوان الصاخبه، بتعالج كمان الحياه اليوميه عند الانسان، المراه والطفل والبيت، يعني هل هيدا المواضيع كلها سوا من ضمن الطريقه اللي عندها والقوه
الألوان اللي عندها أو الشفافية اللي عندها بذات الوقت، في قوة في شفافية. نعم. غدا عزار زين شغل المواضيع على هني بشتغل على الواقعية، يعني على الرسومات، شغلي على الإنسان المسن. المسن علاقته بالأرض وانطلاقته للعالم الثاني بذات الوقت، وشغلتهم بواقعية يعني. وأكثر شيء شغلي على البورتري، يعني تشوفي كل حركة بالوجه، يعني فات على تفاصيل، على التفاصيل، التجاعيد، على الامبريسيون اللي بتطلع من اللوحة. هيدا الشغل عليهم بشكل كتير حلو. عندنا فادي شماس، فادي شماس شغل أكواريل، أكواريل كتير حلو، شفاف، شغل على البيت اللبناني، على البيت اللبناني بالقناطر، بالشبابيك، بالبواب، بالدرج. عم نفتقدهم هيدول، ما بقى عندنا كثير. ما بقى عندنا كثير قناطر والبيت اللبناني. هي الطبيعة اللبنانية يلي عم نفتقدها مثل ما عم تقولي حضرتك، بطريقة كثير شفافة وكثير حلوة وواقع. بتشوفي انه بكل قطعة من قطعه في واقع معين عم بتشوفيه. في عندك حتى بيع الخضرة، يعني عم بجر العربية الخشب. يعني بتعيشي مثل انك عم تقطعي بمدينه، يعني بضيعه من بيت لبيت. في عندنا خينا علي، علي بيشتغل ابستراكت. ابستراكت كمان بالقوه اللي عنده اياها، يعني عم بيشوف معاناه الانسان يعني بحد ذاته، وبذات الوقت شاغل على ميكس ميديا. ميكس ميديا بيورجينا علاقه الانسان بالتكنولوجيا والتكنولوجيا. عم نشوف أثرنا أكثر. نعم. هلأ لأنه خلص موجودة بحياتنا هيدا المواطية. أيوة. وين عم بتوصلنا؟ يعني هو مش ضد التكنولوجيا، بس بذات الوقت عم بيورجي أنه هالتكنولوجيا أداي عم بتأثر على هالإنسان، أداي هالإنسان عم بيغوص فيها أكثر وأكثر من حيث لا يدري. يعني مخاطر التكنولوجيا كمان والمخاطر. يعني وين بدنا نوصل؟ بنخاف أنه مثل عم بيقول حضرته أنه توصل إلى مرحلة أنه تفقد إنسانيتك بالتكنولوجيا. لا، عم بيضوي عليها بشكل بهالشكل هيدا حتى يورجي انه انتبهوا انه وين رايحين بالتكنولوجيا. نعرف كيف بدنا نستغلها طبعا. نعم. هيدا اجمالا الاجمال هيدا هو المعرض، يعني كله موجود. الانسان بحياته اليوميه موجود، الانسان الكبير بالعمر موجود، الانسان عم يتنقل بالضيعه بالعيله، باللفحه السورياليه اللي خينا انطوان عم بيشتغل عليها بطريقه شفافه كتير، والضوء اللي موجود بلوحيته بتحسي ضوء عم بيطلع من اللوحة. يعني نوصل لعندك. أنا ارتقينا يعني من بعد ما شفنا هذا المعرض اللي هو بلش من 3 تموز ل 16 تموز كان الموعد تبعه، مؤلف من هالخمس ميديا اللي عم بينشغل عليها، الخمس فنانين اللي عندهم الأرمونية مع بعضهم. لقينا نحن وإدارة إكزود إذا منفوت ميديا جديدة على هالمجموعة، وكمان من ضمن هالإنسانية اللي موجودة بروحية المعرض. بقى نطلب أنه شارك بالمعرض بذات الوقت معهم بالميديا اللي أنا عم بشتغل عليها، اللي هي سكولتور على الحديد، اللي هي كمان بتعالج كذلك الأمر. هيدي هي رمزية، إشي رمزية، بس كمان الإنسان والبحر والمرأة، يعني بتفوتي بتلاقي في أوموجينيتي، يعني في هالأرمونية، هالتناسق بين كل القطع. يعني كيف ما طلعتي عم بتلاقي هاللوحة حدا منحوتي ولا حدا لوحة تانية في أرمونية، يعني في بتفوتي بتتمشي بيناتهم مثل كأنه في باقة من من القطع الفنية بشكل جنيني مشكلة بشكل كتير حلو. عظيم. احنا كنا بهالوقت عم نشوف كمان بعض اللوحات، شفنا المنحوتات كمان بعد صورهم يلي مرة. وانا بدي ارجع لعندك بس حتى اعرف كيف كان الاقبال الناس اليوم، كيف عم يعني تتفاعل مع لوحات مع الفن بالاجمال. والله كان في جمهور كتير منيح وعم يتفاعلوا وكل شيء، بس انا في عندي نقطة بحب ضوي عليها. تفضل. يعني انا بشوف الاهل بيجوا لحالهم، مثلا بيجي البي او يعني اذا بتروحي اوروبا وين ما رحتي بتلاقي العائله بتيجي كلها، بيجيبوا الاولاد معهم، بيجيبوا الاولاد. ايه اكيد. زي انجويت، يعني بده يعني لازم يبلش الولد من هو صغير يتعرف على الفن. للاسف احنا عندنا الاولاد جايين بغير امور،
حتى بلوم المدارس انا حتى المدارس المفروض وقت يعملوا لهم هيك بدهم ياخذوهم شم طوى يجيبوا شم طوى على المعارض على المعارض نعم. على المتاحف على المعارض صح على صح هدول الظهرات اللي لازم تكون للأسف عم نفتقدها الشغله هيدي نعم في فكره انه يرجع المعرض مثل ما هو مثل ما كنتوا سوا ينعمل بوقت ثاني بعد فيرسيون ثانيه لإله نعم هيدا المعرض هلا عم بكفى ل 26 الشهر نعم. وان شاء الله يكون في اشياء ثانيه يعني عن قريب مثل ما الله بريد مثل ما بقول خينا انطوان نحن بالمنهج مناهج دراسيه يعني بنتمنى على وزاره التربيه ولا على المدارس تفوت ضمن المنهج تبعها مثل ما بيروحوا يزوروا قلعه تبعلبك مثل ما بيروحوا بيزوروا يعملوا بيكنيك يروحوا على الارز انه يروحوا يشوفوا هالمعارض الفنيه يعلموا هالولد يعلموا هالولد انه كيف يقرا اللوحه حتى كمان مش بس انه يعلموه كيف بده يرسم يشوف كيف بيقرا اللوحه ويخلي يشوف شو في موجود عندنا هلا هون هلا الفن القديم موجود بناخده بكتب التاريخ صح. بس انه اليوم ما في عندك فنانين هلا عايشين حاضرين وعم بيشتغلوا انه ليش كمان انه ما بيتضوى على هالفنانين الفنان ما بهمه كثير يعني اكيد همه انه يبيع بس بهمه انه كمان يكون في تفاعل بينه وبين الجمهور 100% يكون في عندك تواصل هل الشخص يلي بيجي بيتفرج بيشوف بيقدر وبشوف بمعارض اللي بتمنعنا عم نعملها المعرض مثلا المشترك بشوف باقة من الأعمال بصير يشوف هيدا النوع شو بيعني وهيدا شو بيعني وهيدا شو بيعني يمكن من خلفيته يمكن بحب الانطباعي بس يجي يمكن اللي يحب التجريدي أكتر يعني بيكون عنده ثقافة فنية أكتر صح هيدا اللي عم نفتقدها شوي يعني عم بيكون في ببعض المدارس فقط هالساعة أو ساعتين بالأسبوع يلي هي للولاد كولورياج وأكبر شوية تقنيات بس ما بيكون في فعليا يعني دراسة وتحليل للوحات وهيك لأنه كتير مهمة للولد هي بتنمي عنده ثقافة بتنمي عنده الوعي وبيقدروا يخلقوها يعني اليوم عم بيخلقوا ساعات للتكنولوجيا حتى يقدروا يتابعوا هالأمور هاي بعتقد بيقدروا يخلقوا مساحة كمان للفن يلي هو مهم بالنسبة لهم بس في كمان عندنا شغلة صغيرة بيعملوا ثيرابي هلا كمان صاروا بالرسم صح. يعني عم بدخلوا الرسم والألوان بالثيرابي يعني ما هي مهم كتير انه الولد يشوف يعني هو وين بلش فيها عبكر قبل ما تكون بحاجة لها ما بدنا نوصل لثيرابي طبيعي شوف حج بقى عينه عيناي بال يعني على هالإكران هالصغير اللي كل وقته بطل يلعب بطل يروح يطلع لبرا بطل يلعب بالطابة بطل بالقلة يعني مثل ما كنا نلعب نحن وصغار بقى انه هيدا عم تنفقد هيدا مثل ما بقول خينا أنطوان انه الأهل يجيبوا أولادهم يفرجوهم هيدي يعني بتمنى عليهم لأهلهم بتمنى على المدارس يصير هالشيء بقى هيدا بيكون شوي نوع من الثقافة يعني الثقافة الفنية يعني بتعرف على اللوحات بتعرف على الفنان نفسه أكيد طبيعي في ديالوج بينه وبين الفنان بيكون عندكم تحرك بهالاتجاه يعني إذا ما بعرف مين معقولة كمان يكون موجود وتروحوا إلى يعني تبعتوا للمدارس يكون فيها التواصل إذا هن ما كتير عم بيكون رفاق لهم مبادرة بتبادروا أنتوا يعني بيلاقي واحد بنص الطريق بيلاقوا بعض ليش لا؟ إن شاء الله يعني أنا أتمنى على وزارة التربية وعلى وزارة الثقافة إنه هن ياخذوا المبادرة يعني بهالموضوع لأنه بيكون بفوت بضمن المنهج، ضمن المنهج صار حكما بده يروح، يعني هون ساعتها بلش يتعود هو يروح، يعني ما في الواحد له أوكي روح إيه بعدين بروح مثلا مشغول، بس لما بيكون عنده يتعود يشوف الأشياء مثل ما بقول خينا أنطوان إنه برا بيروحوا عندهم هالثقافة يتفرجوا ويحكوا مع الفنان ويتعرفوا على الأشياء وهذا اللي نحن نطلبه وبعدين الفن بيروض الإنسان يعني بيروض روحه يعني بشكل منه شيء مهم شيء مظبوط 100% أنا بدي أتمنى لكم التوفيق بنرجع نذكر إنه المعرض موجود بجاليري إكسود وبيستمر ل 26 تموز 26 تموز من أي ساعة لأي ساعة نحن كل يوم من الساعة 11 للساعة 6 ما عدا السبت من 3 لل 6 وإذا حدا بحب يروح كمان بيتصل بإكزود نحن أهلا وسهلا بنضلنا بننطروا يا بنتأهل فيه ما في يوم بنفل على الستة إيه ما في يعني لأنه الناس على العجقة وهيك بتقول لك لا أوصلوا لحتى ما في مشكلة ما في مشكلة نحن باقيين بس الدوام الرسمي هو هيك بس نحن بنبقى يعني نبقى 7-8-9 بس إنه على التليفون بنبقى وإذا حدا حب كمان يفوت على ويب سايت تبع جاليري إكزود كذلك الأمر فيه يفوت وبيتفرج على الأعمال
واهلا وسهلا فيكم، وبنحب اذا بتحب تشرفينا كمان. الله يراد، اكيد اهلا وسهلا، يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا، اول شيء بنحب نشكرك بعد ونشكر الفيوتشر على الفرصه اعطيتونا اياها هذا اليوم. اهلا وسهلا فيكم، وبذات الوقت متشكر جاليري اكزود بصراحه ما قصروا معنا. يعطيكم الف عافيه، ميرسي لوجودكم معنا. مشاهدينا